ونقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح السموتي ديال لي زيبيناغ. يا سلام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اول حاجه سعود صباح هادي صيفط وليداتي المدرسه كما العاده، درت لراسي واحد السموتي ديال لي زيبيناغ، درت فيه ثلاثه ديال لا اربعه ديال الورقات ديال لي زيبيناغ، عصير ديال البرتقاله وحده، عصير ديال الليمون يعني بالمغربيه، وتفاحه وحده، طحنتهم مع بعضياتهم، عطاني هاد السموتي هذا الرائع. اليوم ما عرفت شنو غندير بنات، ما ناويش نخرج، ما فينيش غير شويه في داري عيد نريح نفسي، لكن غنحاول ندير شي حاجه في الدار، نفكر ونرجع لكم. صباح الخير، صباح النور يا عمي بالنور، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ شربت السموتي ديالي، صحصحت شويه وقلت ساره نوض حيد عليك العكز، اليوم الجو زوين عاوتاني، ما نعاودش ليكم، لكن بغيت نبقى في الدار لانني ضرتني الكلوه الصقعه بالبرد. الكلوه اللي صريه عندي ضعيفه، ضرني البرد، ما عرفتش بالموطور، واخا كاينه الشميشه لكن الجو بارد، كتحسي بداك السم كيدخل مع دامك. صبحت عرفتي حمومتي، ما كنقدرش نتحنى، كانت حنا كنغوت، مانقدرش نتحنى، راه علاش شوني التحنيت دابا في الروتين؟ لا دابا غنصور لكم الروتين عاوتاني، داكشي اللي عطا الله، تحنيت عارفوني كان تحنى من عينيا، منعاودش ليكم، بغيتي غنبقى الخطاب. اليوم قلت لكم بغيت ارتاح، عيت شويه بالخروج، ارتاح شويه في داري، هياش مرتاح، تنوضي تصوري صاوبت، تنوضي تشقاي، ماشي مشكل، المهم نكون في داري، عندي الفرصه نسرح مره مره من نعيا، عندي واحد، عندي لي زيبيناغ، عندي البورو، وعندي القرعه الخضراء، بغيت نغسلهم، وبغيت نقادهم، ونحطهم جاهزين في الثلاجه، كيسمعوا فيكم، راه حطيتهم في البالكون. شنو عندي تاني؟ مهم بنات، ما عارفاش شنو غندير بالضبط، لكن بما انه كيعجبكم الروتينات، كيحفزوكم، كيحمسوكم، ندير لكم اختي روتين، ماشي مشكل، لكن انتوما نوضي، تفرجي نوضي، كنتمنى انكم تفرجوا في الليل في الفيديو ديالي، باش الصباح ولا الصباح بكري تفرجوا، ما كيكونش عندكم الوقت الصباح، في الليل قبل ما تنعسوا تفرجوا في الفيديو ديال الروتين، وهذا باش تفيقوا بواحد الطاقه زوينه، طاقه تكون عندكم الشهيه باش ديروا الروتين في داركم اختي. غنمسح هاد البوطه ان شاء الله بحول الله لكتاب. لا غنمسح هذاك، اش كيقولوا لي؟ ميكرو اوند، هذا غنمسح هاد الاير فراير شويه حتى هو، وهذا سوا دوز عليه، وهانتوما معايا كوزينتي، هانتوما مجموعة. انا يا بنات عرفتي شنو، ما نحملش، انا اعدى حاجة عندي في الدنيا وفي العالم كامل انني نشوف البوطاجي عامر مدير، هانتوما هاكا، هادي براسها، هادي دايره لي بوكه في قلبي، لانني ما كنستعملهاش ديما، غنشوف فين ديرها، غنشوف فين خزنها، هادي دايره لي بحال شي حاجه على قلبي بوكه. هادي خاصني نحيدها عليا باش يبان لي داك الشيء. وهذاك كاين بعض النساء، غنشوفوا الهضره قاصحه، خاصكم تسمعوها مره مره، كاين بعض العيالات كيخليو البوطاجي ديالهم عامر بزاف، مقجج بداك الشيء، طبق جيش، داكشي ديال الاقامات، داكشي ما عرفتش، واش ما كيضركمش خاطركم؟ قولوا لي واش ما كيضركمش خاطركم؟ نوضي دابا مور هاد الفيديو، حيدي عليا داكشي كامل في بوطاجي، خوي انا لا خزني، كاين طاجيرات، كاين خزني، تحتاجي شي حاجه جبديها، اما هاد البوطاجي عرفتو ملي كيكون هكا خاوي، تا واحد الراحه نفسيه، راه ما عاودش ليكم، بغيتها لكم كاملين. والله العظيم ما تخليوش البوطاجي عامر، انا حتى كيضرني قلبي، يقولوا ساره كيضرها قلبها، خصني خويا البوطاجي. وبصراحه كتجيك الشهيه باش طيبي شي حاجه، شي شهيوه، كتسهل عليك القضيه بزاف ديال الحاجات. قولي ساره الزفت، شوف اختي تشوفوني دايره الزفت، انا عندي غير جوج، الاخرين كلهم كتعطيتهم حيت ما كانوش كيعجبوني، كانوا ديما كيجيبوا لي الكادوات عائله بوت ولادي، كيبغيو يفرحوا بك كيجيبوا لك زيف، ما عليناش، تجي تشرب معاك اتاي تجيب لك زيف، ما تجيش بيديها خاويه.
ما عليناش تشوفوني دايره اختي هاد الزيف، بقى عندي هاد الغوز حيت هادو كيعجبوني، هاد الغوز والصفر. غنشوف شي لوينات اخرين تما نشريهم. والله الا هاد الزيوف عارفوني، نهار غندير الزي كندير الزيف عارفو داك النهار. الله يستر مع الله يحفظ، الله يستر مع الله يحفظ. شو الدار عارفو شي روتين جاي واعر وصافي. المهم لا نطول عليكم، بقوه البلا بلا ندوزو للصح. كاينه ولا لا؟ يلا بسم الله. كنتمنى يكون هذا الروتين نوض فيكم شي حاجه لداخل، شي حاجه. الحمد لله والشكر لله. ساليت شغلاتي كيف ما كتشوفوا، كوزينتي كتشعل الحمد لله، بوطي بوطاجي ديالي تا هو حكيتو بجافيل عاوتاني تما ورا هادشي ديال لي زيبينا وهادشي درت جافيل عاوتاني وحكيتو ما كنرتاحش. غير خفت الصقه داكشي كيف ما شفتو معايا، حيد تحت منه وحكيت داكشي بجافيل عاوتاني. شنو نقول لكم، جافيل هو الروح هو العقل، ادمان ادمان واختار احسن حاجه.
هذا هو كان النهار ديالي، روتين خفيف ظريف، ما خاصناش نديرو روتين طوال عاوتاني باش صار شويه صار شويه يبقى فيها الجهد. كاينه ولا لا باش دير لينا روتينات اخرين؟ ياك كاينه ولا لا؟ هادشي دابا غنمشي نرتاح شويه، نشعل هذاك البعلوك يدور، البعلوك نسميه غير البعلوك، يدور يشقى شي شويه حتى هو يبقى يشقى، انا حتى هو يشقى. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، زوين زوين خفيف ظريف، صافي ما بقى عندي ما يدار. الماكله رانا عندي ما ناكلو الحمد لله، عندي العدس الخضر، العدس الخضر العدس، العدس عندي طيب واجد الحمد لله. ايوا صافي هادشي اللي كاين، الجهد الصيعه مشي ليا الجهد. دابا شحال الساعه عندنا؟ ويلي 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 ويلي، حيدو عليا 12 قال قسمين، يلا 12 ديال النهار اختي. اي باقي ليا حتى الربعة ونص ديال العشية، غنمشي غنعلق كراعي هاكا ورتاح ليا مع راسي والله. وصافي البنات كنبوسكم بوسة كبيرة. شي حاجة كنبغي نقولها لكم حتى كنسد الفيديو وكنتفكر، حتى كنبدا ندير المونتاج كنقول كون قلت لهم هادي، كون قلت لهم هادي، والله ما عرفت شي حاجة، الله يثبتنا على الشهادة، ما عرفت. المهم شي حاجة اللي تفكرتها غنقيدها باش المرة الجاية نقولها لكم. يلا الزينات، نتلاقى ان شاء الله في الفيديو الجاي، السلام عليكم.